اليوم جبت لكم اهم اخبار عالم الكريبتو، اهم العناوين ديال هذه النشره هذه. غادي نمشي نشوفوا امريكان واحد الكونغرس ما دار واحد التصريح حول الموضوع ديال منع البيتكوين او العملات الرقميه في المستقبل، واش هادشي غيقدر يطرا ولا لا. غادي نمشي نشوفوا كذلك بريطانيا ولات عندهم واحد رئيسه الوزراء جديده. غادي نقول لكم بالضبط هذه رئيسه الوزراء اش كانت كتقول في 2018 حول العملات الرقميه وكذلك البيتكوين. وغادي نشوفوا اخر التعليمات اللي قامت بها وزاره الماليه البريطانيه اللي عطاتها التعليمات المنصات، شوفوا بالضبط اش بغاو منهم. الباينانس دارت واحد الشراكه مع واحد البلد افريقي اللي ديجا هضرنا عليه الاسبوع اللي فات، غنقول لكم بالضبط هذا البلد الافريقي اش باغي يحقق ومع من كينافس. غادي نشوفوا شي اخبارات من دبي كذلك من السعوديه. غادي نهضروا كذلك على ال جي، السيمانه اللي فاتت اعلنوا بانهم بغاو يديروا واحد الواليت، واليوم اعلنوا على واحد المساله اللي كتعلق كذلك بالكريبتو. غادي نشوفوا واحد العمله اللي كلشي حاليا كيهضر عليها، واحد العمله اللي دارت البوز في البري سيل، حققت 11 مليون ديال الدولار ديال لي زانفستيسمون. غادي نقول لكم شكون هذه العمله هذه، وهذه العمله اش باغا تولي، واش نيكست شيبا اينو. كاينين بزاف ديال الخبرات اللي غنطرقوا لهم في هذه النشره هذه ان شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل. خوتي وخواتاتي السلام عليكم، معكم يونس من كريبتو بالدارجه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. كيف ديما كنشكر جميع الاخوات والاخوان سواء كانوا القدام ولي الله اولا لي الله التحقوا بهذه القناه هذه في الايام الاخرى. تنقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على الكلام الجميل اللي كتكتبوا لي في التعاليق. بالنسبه للاخوات والاخوان اللي كيشوفوني لاول مره ولا اللي باقي ما داروش ابوني، تنقول لكم الا استمتعتوا بهذه الحلقه ولا بالمحتوى اللي كنقدم لكم وكيعجبكم، فما تنساوش انكم تتابعوا القناه وتفعلوا ذاك الجرس باش ما يفوتكمش الفيديوهات المقبله ان شاء الله. هذه الطريقه الوحيده اللي غادي تعاونونا باش يوتيوب كذلك انها تزيد تنشر هذا المحتوى ونتعرفوا بالناس الاخرين اللي باقين ما تنعرفوهم، باقين ما تنعرفوهمش وهما باقين ما تيعرفوناش. بالنسبه للاخوات والاخوان تنقول لكم اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش انكم ديروا لايك كومونتير، هادشي اللي كنطلبوا منكم وشكرا مسبقا. وكيف ديما على بركه الله نبداو النشره ديال النشره المسائيه ديال اليوم. غادي نمشيو اول حاجه السوق الكريبتو ونشوفوا كي داير السوق ولا كي دايرين الارقام. بالنسبه للماركت كاب فاحنا مازال تحت 1 تريليون ديال الدولار، فحاليا 978 مليار و 972 مليون ديال الدولار. بالنسبه للكميه ديال التداول ديال 24 ساعه الاخرى فهي شويه ناقصه، حاليا 51 مليار و 197 مليون ديال الدولار. من هذه الكميه اللي يتداول بها البيتكوين بواحد الدومينونس ديال 38.7%، فالدومينونس ديال البيتكوين نزلت. بالنسبه للدومينونس ديال الايثيريوم فهي تقريبا باقه في هذيك الرينج ديال 19%، حاليا 19.8%. بالنسبه للبيتكوين الثمن ديالو حاليا فهو ان اكتواليز بعد الصفحه هذه باش نقول لكم اخر مكان، هي 19895 ديال الدولار. بالنسبه للايثيريوم فهو مازال في 1596. بالنسبه للايثيريوم في 24 ساعه الاخرى فهو طالع على البيتكوين وهو بالنسبه ديال 2.78%. بالنسبه للادا فهي قربت توصل ل 50 سنت، كانت وصلت ل 50 سنت ولكن نزلت دابا حاليا، ولكن حاليا حسب ما شفت في هذا الويكاند الكاردانو وكذلك لونا كلاسيك كانوا طلعوا مزيان ومزيان مزيان. شوفوا هاد المساله هادي واش غادي تبقى قد ما سبحان الله العظيم كيقرب الموش والايثيريوم وهو كينزل في الثمن، نورمال ما خصوش تكون العكس. ما عليناش، قبل نبدا الاخبار كاينين بعض العناوين اللي بغيت نقول لكم، بعض لي دات باش ما تنساوهمش نقول لكم من دابا. بالنسبه ل 13 سبتمبر علاش كنقول لكم هذه القضيه، لان سبتمبر هو ستاتيستيكمون هو من اكفس الشهور اللي كاينين في العالم، يعني في العام ديال الكريبتو. يعني سبحان الله ديما كان سبتمبر ديما تيكونوا يعني ديما تيكونوا يعني بالنسبه للبيتكوين تيكونوا واحد الشهر مكفس. غادي يكون ان شاء الله 13 سبتمبر غادي يكونوا السي بي اي داتنا دوك الارقام ديال التضخم، 15 سبتمبر غادي يكون الايثيريوم ميرج، 16 سبتمبر مونت كوكس كليمز ديدلاين، فهذاك مونت كوكس هذوك البيتكوين ديال هذيك المنصه اللي ديجا كانت عكاس، 21 سبتمبر غادي يكون هذاك الاف او ام سي ريت هايك ديسيجن، هنا البنك الفيدرالي الامريكي غادي يقول لك عاوتاني بشحال غيرفعوا الفائده، و 22 سبتمبر غادي يكون الفازيل هارد فورك ديال الكارد دانو.
يعني 13 15 16 21 22 يعني القضيه زايه هذا الشهر. حنا غنشوفوا مشيو سيادنا الخبر هو اللي كيتعلق ببريطانيا. UK orders crypto exchanges to report sanctions breaches. فالوزارة المالية عطات التعليمات ديالها لجميع المنصات ديال الكريبتو انهم يعطيو يعني crypto exchanges must report sanction breaches in the UK according to updated guidance from the Treasury Office of Financial Sanctions. فهم الا مشاو تلقاو شي حاجه ماشي تلافة لابد مجبورين انهم يديكلاريو. The UK's Financial Conduct Authority previously said crypto exchanges must play their part in ensuring sanctions are complied with. فبالنسبة تلعبوهم هذيك المسألة ديال داك الشيء اللي مثلا بحال مثلا الرواسة بحال هذوك الإيرانيين اللي تيكونوا فهمتي الدول اللي عندهم دي سانكسيون فهلا بد الاكسشينجات فلا بد خصهم يديكلاريو ويلعبوا تاهما بفهاد لي ريغل ديال 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 الوزارات الماليه. فكيف تشوفوا انا بالنسبه ليا فهادشي يعني متوقع ديما جميع المنصات اللي واخدين لي زوتوريزاسيون من جميع الدول فلا بد انهم لا بد خصهم يحترموا القواعد الماليه ولا يعني القوانين الماليه ديال هذاك البلد. وفيما البلد بغات شي انفورماسيون على شي شخص فلي زوتوريتي ولا هذوك الاكسشينجات لا بد خصهم يعطيوهم لهم. فلحد الان كانوا قال لك بان البنوك كانوا شويه بحال قلتي جاتهم الغيره لان البنوك هما ضروري انهم خصهم فيما كانوا شي حاجه خصهم يمنعوا ولا يديكلاريو. والمنصه ديال الكريبتو لحد الان كانوا ديما فهمتي يعني كانوا عندهم شويه القضيه شويه مرخوفه ولكن حاليا في بريطانيا القضيه بداو كيزيروا. بالنسبه لبريطانيا كيف تعلموا فعندهم هما حاليا واحد رئيسه وزراء جديده وهي اللي سميتها ليز تراس. ليز تراس كان قالت في 2018 we should welcome cryptocurrencies in a way that doesn't constrain their potential. فهي قالت لك خصنا نرحبوا بالعملات الرقميه بواحد الطريقه اللي هي ما غاديش نقدروا نحجزوها يعني غادي نضغطوا عليهم ولا نمنعوهم بواحد الطريقه. liberate free enterprise areas خصنا يعني نعطيو يعني الحريه لهذاك الانتربريز اريا بنادم يكون فهمتي يعني حر يدير اللي بغا. باي ريموفين ريجوليشنز ذات ريستريكت بروسبيريتي وخصنا نحيدوا هذوك القوانين اللي كيمنعوا يعني البروسبيريتي يعني الناس انهم يديروا لاباس. هادشي قالته في 2018 هذيك الساعه ما كانت لا رئيسه الوزراء لا حتى حاجه. حنا غادي نشوفوا واش هاد السيده هادي غادي يعني واش هادشي اللي قالته في 2018 واش فريمون هادشي اللي غادي تطبقوا ولا لا. اول حاجه هذا القانون اللي دارته وزارة المالية حاليا فهو ما عنده علاقة أو كنقولوا هي السيدة يلا ولات رئيسة الوزراء الأولى يعني هذا الشيء اللي راه ديجا مدروش شحال هذه ولكن هي بالنسبة للحزب يلا هذا الشيء راه كامل فهي راه هي مصوتة عليه. حنا نشوف المستقبل قال لك يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. قال لك there is too much wealth and power behind crypto to ban it. فقال لك كاينين بزاف ديال الفلوس بزاف ديال الغنى وبزاف ديال القوة وراء الكريبتو يعني بانه ما يقدرش الواحد يمنعه. هادشي اللي قال واحد الكونغرسمان يو اس كونغرسمان ان كريبتو سكيبتيك اكسبلينز واي ا كريبتو بان وونت ورك. فهو هذا الشخص هذا اللي هو شيمان سيد اني تاسك فورس اور كوميتي سيت اب تو هيلب اند بروتكت انفسترز وودنت ورك از لونج از غاليبل انفسترز كيب انفستين ان ميم كوينز. فقال لك يعني واخا دير اللي بغادي دير فالكريبتو كرنسي ما يقدرش الواحد يمنعهم. هذه شي حاجه اللي هي حامل شحال هادي. فهو زاد وقال we didn't ban it at the beginning because we didn't realize it was important. فهما قال لك في البدايه يعني كيهضر في العوائد ديال الكريبتو كرنسي من يلاه تخلق البيتكوين ما قال لك ما منعوش ما كانوش عطاوه القيمه ديالو. and we didn't ban it now because there is too much money and power behind it. في الاول ما منعوش حيت كانوا حقروه ودابا ما يقدروش يمنعوه لان ولا بزاف ديال القوه ولا بزاف ديال الفلوس في هذا السيكتور. هذه الجمله هذه ففكرتني في واحد المساله اللي كانت ديك الساعه في الاول في ايامات الكريبتو فاش كانوا بزاف ديال البوليتيسيان السياسيين في امريكان وفي العالم كانوا يجي يضحكوا على الناس ديال الكريبتو يقول لك راه غير كي تيخربقوا في الاخر ها نتوما ما كملت 12 عام
احنا وصلنا لهذا المستوى ان الكريبتو داير بلاصتو، احنا غادي نشوفوا المستقبل فين غادي يوصل. غادي نمشيو نشوفوا كذلك بالنسبه للايثيريوم توب مايننج بول تو سبورت ايثيريوم كلاسيك افتر ذا ايثيريوم ميرج. هذا واحد من اكبر المايننج بولز بي تي سي دوت كوم، فهو اعلن بي تي سي دوت كوم لانشز اي تي سي مايننج بول هيد اوف ميرج. فهم بغاو يديروا انتقلوا من يعني هاد البي سي هاد اللي عندهم وكل شيء ما غاديش يخليهم يشبعوا عبرا، فهم قال لك غادي يديروا غادي يوليو يسيبورتيو الايثيريوم كلاسيك، وحسب ما قريت قال لك غادي يديروا ليه مع 3 شهور كينا ويت زيرو في مايننغ فور 3 مونس بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا في هذا البول هذا. بالنسبه للايثيريوم كلاسيك حنا نشوفوا هذا غادي يكون بزاف ديال الفولاتيليتي فيه، ولكن حذروا راسكم الناس اللي كيفكروا انهم يستثمروا في هذه العمله هذه، لان اصلا عمله ما عندها حتى مشروع باش نكونوا واقعين. هي قديمه بكري يعني جات من الايثيريوم كلاسيك من الايثيريوم العادي، ولكن حاليا ما عندها حتى مشروع ما عندها حتى قيمه بزاف. يعني كل الناس اللي هما يعني تيقادوا هذيك الشبكه حنا غنشوفوا دابا هذه راه اصلا دايرينها هما غير طريق باش يربحوا الفلوس، ومن بعد غادي يسدوا يقبلوا على شي يقلبوا على شي مشروع اخر. ما عليناش مشيو سيدنا. More than 11% of UAE residents have set foot in crypto space. 11% ديال الناس مينيموم في الامارات هما ديجا حطوا الرجل ديالهم الاولى ولا داروا الخطوه الاولى في هادشي ديال الكريبتو. يعني 11% من الناس اللي عايشين في الامارات ولا الاماراتيين، فهادشي شي حاجه اللي كتحفز وكتشجع، لان الامارات كيف تشوفوا ولات واحد المنطقه واحد الهاب ديال الكريبتو كرنسي في الشرق الاوسط. يعني ما كاين غير حديت ولا حرج لهادشي اللي هو بوزيتيف. حسب ما عقلت في 2019 كانوا قالوا المغرب في تقريبا 2.4% ديال الناس يعني ساكنة المغرب اللي هما اصلا كيداولوا في الكريبتو. ف الامارات جات من مورانا وصلوا ديجا ل 11%، ماشي حاجه بوزيتيف. دوزيت ديال الخبر الثاني اللي كيتعلق كذلك بنيجيريا. باينانس اند نيجيريا تو ديفلوب ديجيتال ايكونومي زون. الاسبوع اللي فات كنت قلت لكم بان الباينانس بغات دير واحد ترينينغ سكول، تما بغات دير واحد الاكاديمي باش يعلموا الناس تريدينغ وزيدوا زيد في نيجيريا. حاليا فقال لك نيجيريا اند باينانس تو ديفلوب دبي لايك فيرتوال فري زون. فهم بغاو يقلدوا دبي. دبي هي دابا ولات هي المثل الاعلى ديالهم في هادشي ديال الكريبتو. المهم ما عليناش، كنتمنى ان المغرب يفيق شويه من القلبه ويدير ويحلوا شويه البواب ويخليوا الباينانس ويخليوا المنصات يدخلوا باش حنا يعني ما نكذبش عليكم، حنا جينا في واحد المنطقه استراتيجيه قراب الامريكان قراب الاوروب، وحنا اصلا في افريك الى مشاو المغرب تا وعندنا يعني المناخ كاين كلشي كاين الشمس كاينه، وحنا حنا اللي فيرو نعطيو الضو لكلشي. الطاقه الشمسيه نستعملوها للمايننغ البيتكوين ونستعملوها يعني نعطيو كلشي اللي بغاو نعطيوه. خصهم غير يطلقوا شويه اللعب، وتبارك الله كاينين الشباب اللي هما يعني دوي في هاد المسائل في التكنولوجيا، وعلاش لا. حنا نتمنوا شي نهار المغرب يكون حتى هو بحال هادو. مشيو المهم هذا هضرنا عليه ديال نيجيريا، مشيو سيدنا واحد الخبر اللي كتعلق بالسعوديه. كريبتو اكسبيرت جيتس جوب اس تشيف او ساودي ارابيان سنترال بانك ديجيتال اسيتس بروغرام. واحد الشخص اللي هو سميتو محسن الزهراني فورمر مانجر مانجين تشيف ات اكسنتشر، هو واحد الكريبتو اكسبيرت، ولا حاليا هاز بين تشوزن تختار باي ذا ساودي ارابيان مونيتوري اوتوريتي تو سبريد هيد its digital assets and central bank digital currency development. فهو ولا المسؤول الاول للسعوديه في هادشي ديال ديجيتال اسيتس، وكذلك سي بي دي سي يعني هذاك العمله الرقميه البروغرام اللي دايره السعوديه. فكيف تشوفوا كلشي عطاو يعني اهميه حاليا تيفوكسيو في هادشي ديال ديجيتال كارنسي والديجيتال اسيتس. حنا غنشوفوا، لان راه كي قلت لكم راه دبي راه فات عليهم، والسعوديه حتى هي بغات الجيران فبغات، وعندهم تبارك الله تما الفلوس يعني بغاو يردوا تا هما بغاو ينافسوا الامارات. مشيو سيدنا الاف تي اكس بريكين اف تي اكس تو سسبند لونا كلاسيك يو اس تي سي deposits and withdrawals the list anchor. فالاف تي اكس حسب ما قريت قبيله في واحد لانونس اللي داروها قبيله، فهما ديليستاو الانكر بروتوكول هذيك العمله ديال اللي ديجا كانت ديال لونا. فهما حسب ما قريت في 12 سبتمبر ما بقاوش بنادم يحطها ولا يستيكيها لا في السبوت لا في الفيوتشرز، ما يقدر الواحد يتضارب بها. بالنسبه للونا كلاسيك واليو اس تي سي
فهما راه قال لك خلاو الورابت فيرجون غادي يحبسوا ديبوزيت وكذا اللي تيبدروا في 12 سبتمبر عنده علاقه جكرو مع داكشي ديال المرج، ولكن من بعد غيبداو بنادم كان نورمال انه يستعمل لونا كلاسيك او اليو اس تي سي، ولكن الانكر صافي غيحبسوه غيتدي ليستا اوتوماتيكمون من المنصه. بقاو سيادنا في الاف تي اكس نمشيو نشوفوا بالنسبه للونا كلاسيك. كاين هذا الارتيكل اللي قريته ديك النهار في الويكاند ولا بد بغيت نشاركو معكم. نو تيرا كلاسيك از نوت جوينت $1 هير از واي. الارتيكل هو طويل كيشرح علاش لونا كلاسيك وخا هاد البامب اللي طاري فيها في الويكاند نزلات مع حتى شي 22 ثلاثة الأصفار 22 وعاوتاني قبيلة خليتها في 29 وربما وصلت ل 30. هادشي زوين بالنسبة للأخوات والإخوة اللي جاهم مستثمرين في هاد العملة هادي، وهادشي اللي غادي يديروا ديال البيرن 1.2% وكذلك ستيك اللي تلقوه شحال هادي، هادشي كامل خلق واحد الهايب ولا كلشي بنادم كيدخل وكيشري وكيآمن بأن هاد اللونة كلاسيك أنها غترجع لواحد الدولار. ولكن مزيان الواحد مرة مرة يقرا بحال هاد اللي زار زيك اللي كيردوك عاوتاني فوق الأرض، ماشي كتبقى تابع هذاك فهمتي هذاك الهوا. هذا بغيت نشارك معكم دي باراغراف اللي بانوا لي فريمون قالوا يعني داك اللي كتب هذا الارتيكل فهو عرف بالضبط كيفاش يشرح هذه المساله هذه. قال لك فور لونا كلاسيك اتس بلان توكن بيرن تاكس وي لايكلي دو نوثينغ. قال لك هذا التاكس اللي غادي يديروا راه ما غاديش يكون عنده واحد التاثير كبير، يعني شحال قال لك مور ذان كرييت ان اكسلنت ناراتيف تو درو ان نايف انفسترز. يعني هذا الهايب اللي غادي اللي دارت هذا التاكس هذا اللي غادي يديروا فهما غير غادي يكونوا السبب ان بزاف ديال لي زانفستيسور اللي هما يكونوا نايف اللي غادي يتصيدوا في هذه المساله هذه. The vast majority of Luna Classic trading occurs off chain on centralized exchanges such as Binance, KuCoin and Gitayo. That means even if the Terra Classic community successfully implemented 1.2% burn tax on transaction, only a tiny fraction of Luna Classic will end up burned. المساله هذه شحال هذه كتبت نهضر عن سيت لان الباينانس يعني المنصات اون جينيرال ما تيحملوش لي بروجيات اللي عندهم هاد البيرن. يعني اللي جينا نشوفوا الباينانس يعني ما كاينش شي بروجي اللي تيدير البيرن وهي مليستيا. علاش فيها بزاف ديال الصداع الراس وما تيبغيوش يديروا هما بحال هادي ليستي وبحال هاد المساله هادي. بالنسبه لهاد البروجي اللي دايرين يعني الكوميونيتي هاد 1.2% الا مشات تصادقوا عليه واش غادي يلعبوا المنصات ولا لا حنا غادي نشوفوا. قال لك it is also worth nothing that since Terra Classic re-enabled staking earlier this year قال لك this year large holders and validators have been taking advantage of its outsized staking rewards. فقال لك في البداية ديال العام مني هما تلقوا هادشي ديال staking بزاف ديال الحيتر الكبار اللي كان عندهم يعني المحافظ كبيرة وكبيرة بزاف استغلوا هاد الفرصة هادي وستيكوا استغلوا هاديك الطو هاديك الاي بي واي اللي كانت تقريبا حتى 37% اللي هما مشاو ستيكاو وجمعوا حاليا يعني الكميات كبار غير من الريوردز غير من هاد 37%. قال لك these early stakers now have fully loaded bags ready to dump on new investors who are convinced Luna Classic's upcoming token burn will shrink the supply and send it to a dollar. فقال لك هاد الحيتان هادو عندنا دابا محافظ كبيره وعامره بزاف خلي داكشي اللي مستيكين وما كيتسناو دابا غير الناس اللي كيامنوا بان هاد البيرن اللي غادي يطبق اللي هو باقي ما بداش اللي غادي يطبق انه غادي يرد هاد اللونه كلاسيك لواحد الدولار وداكشي علاش ملي غادي يطرا هكا فهم غادي يبداو يدامبيو على الناس. كنتمنى ان اللونه كلاسيك انها توصل لواحد الدولار. كاينين بزاف ديال الاخوات والاخوان اللي كيتابعوا هذه القناه كاينين عندي كذلك الاخت ديالي كاين بزاف دري صاحبي في برلين كاين بزاف ديال الناس اللي كنعرفهم هما مانفستين في اللونه كلاسيك ولا انفستوا كذلك في اللونه وخسروا في بزاف ديال الفلوس. ولكن الواحد يفكر شويه بعقلاني الله يجازيكم بخير اللي عطاتو ولا اللي دخل فاش كان نهار العمله ودخلت دابا حاليا وعنده شويه الربح ما تبقاوش تتبعوا الاوهام. حيدوا الله يجازيكم بخير مره حيدوا شويه الارباح حيدوا شويه تخرجوا راس المال شويه الارباح وخليوا شي اخر ماشي مشكل باش حتى الا صدقات
راه غادي الا مشات صدقات ولات واحد دولار انت اصلا غادي تجمع في يعني نقولوا ما غاديش تبيع راه غادي تجيب واحد لاصوم زوين ما صدقاتش بعدا راه حيتي راس المال وحيتي شويه الارباح ما تخليش غير انك انت الا عندك شحال يكون عندك 50 مليون 100 مليون راه واحد راه نشرى واش على دي راه عندهم الملايير ديال الملايير واش كيسحبكم بان المنصات غادي المنصات براسهم راه غادي دامبيو على عباد الله ما عليناش جبنا والخير المهم هذا الباراغراف هذاك لابد باش نشاركو معكم لان لونا كلاسيكا طور اللي دارت فهو زوين وزوين بزاف ولكن ما يبقاش بنادم يامن بديك الدايموند هانس اللي كي قلت لكم ديك النهار الدايموند هانس هما اللي كيجيبوها فريوسهم مشيو سينا العجاله الخبر ثاني ريفولوت سلاش كريبتو تريدينغ فيز باي 20% ستارتين اكتوبر 2022 بالنسبه لبزاف ديال الاخوات والاخوان اللي كيستعملوا هذا البنك هذا الاونلاين بنك ريفولوت اللي كاينه في اوروبا فهم حاليا نقصوا لي فري ديال التريدينغ ديال الكريبتو كرنسي نقصوه ب 20% يعني غتولي بغاو ينافسوا كذلك حتى هما المنصات مشيو الخبر ثاني الماتيك بويز for huge boost as Robinhood enables Polygon for its over 20 million users. السمانة اللي فاتت كنت قلت لكم بأن الأدات ليستات في روبينهود واحد نهار من بعد روبينهود كذلك ليستات البوليغون أنا بالنسبة لي هذا العام أحسن عملة اللي دارت غير الخبار الزوينين هي الماتيك لحد الآن وهما دابا عملية ليستاو في روبينهود فهما دابا عند روبينهود 20 مليون ديال الناس اللي كليون اللي توما غادي يبداو يستعملوا البوليغون ماتيك هادشي شي حاجة اللي زوينة مشيو سيدنا ال جي السيمانه اللي فاتت قلت لكم بان ال جي اعلنوا بغاو يديروا هذيك الوالي شي لعبه والي بوت ولا شميت هذيك الوالد ديالهم فهما حاليا قال لك ال جي الكترونيكس لانشز نيو ان اف تي ماركت بليس ال جي ارت لابس سبحان الله العظيم ديك النهار قالوا الوالد هما دابا غادي يديروا ال ان اف تي ماركت بليس الماركت بليس حسب ما قريت قال لك ال جي الكترونيكس سيد توداي ات هاز ريليزد اتس نون فانجبل توكن ان اف تي بلاتفورم ويتش ليتس يوزر ديسكفر buy and sell and trade NFTs on LG smart TVs فاللي عنده تلفازة حسب ما قريت قال لك الفيرسيون ويب او اس 5.0 اللي عنده هذا الفيرسيون هذا يقدر تما غيبدا يقدر يلقى هذه لابليكاسيون هذا ال NFT بلاتفورم LG Art Lab يقدر يشري يبيع يدير اي حاجه بال NFTs فكيف تشوفوا ال جي هي دخلت هذيك النهار بشويه ودابا هي بغات تدخل اوف شي وسيدنا نشوفوا الخبر ثاني اللي كيتعلق بواحد العمله اللي شنو لكم اللي دارت البوز هاد الأسبوع اللي فاتت توما دوتش سميتها pre-sale raises 11 مليون دولار as meme coin catches fire هاد العملة دي باقي ما تليستاتش غير أدغال pre-sale توما دوتش بالنسبة للناس اللي مانترسين للميم كوين فقال لك هاد العملة دي فهي فاقت ستيبن قال لك the nascent project has now beaten the fundraising of ستيبن which raised 9.2 مليون دولار فستيبن من يديروا لها البريسيل فجمعوا تقريبا 9.2 مليون ديال الدولار وحاليا قال لك توما جوج في البريسيل جمعت هي 11 مليون ديال الدولار بزاف ديال الناس قال لك بان هذه العمله هذه هي نيكست شيبا اينو في البريسيل ستاج رقم 7 كل دولار يو اس دي تي خداو منها 40 حبه بريسيل رقم 8 كل يو اس دي تي خداو منها 36.36 حبه وفي ستيج رقم 9 خداو كل يو اس دي تي تشرى بها عطاهم 33.33 حبايا يعني كي تشوفوا اللي شراه الاول اللي ما يكون عنده واحد الكميه كبيره حنا غنشوفوا هذه العمله هذه بالنسبه للناس اللي مانتريسين هادشي ديال بلاي تو ايرن هي هادشي عندهم كومبينيسيون ما بين الان اف تيز والجيمز والميتافيرس يعني الناس اللي انتريسين العمله اللي خصكم ربما تقلبوا عليها هي توما دوتش ونمشيو سيدنا الخبر الاخر واحد الميم اللي بغيت نشاركه معكم هنا كتشوفوا الرئيس ديال الامريكان جون بايدن استعيت لجيروم بورتوغلي جيروم tell me in one word how the market is going قول لي في كلمه واحده كي داير السوق جيروم بورتوغلي good الاخر تيقول لي اوكي now tell me in two words قول لي جوج كلمات تيقول لي not good واش سبتمبر غيبقاو الاسواق not good هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله سبتمبر بدا راه حنا دابا شحال دابا خمسة تقريبا السيمانه الاولى هي قربت سال بقاو لينا غير 4 سيمانات غادي نشوفو الميرج ديال الايثيريوم غادي نشوفو الهارد فورك ديال هذاك الفازيل فورك ديال الادا كاينين بزاف ديال لي زيفيرمون غيكونوا في هاد الشهر هذا يعني غنقول لكم غيقول لي طايح اكثر من لايد وان شاء الله يكون داكشي زوين الا طلعوا الاسواق مزيان يا ربي تجيبنا الارباح الا نزلوا يا ربي تعطينا الفرصه اننا ندخلوا ونتقداو العملات اللي كنبغيو بواحد الاثمنه اللي هي رخيصه
كانت هذه هي النشرة المسائية ديال اليوم، كنتمنى انها عجبتك واستمتعتي واستفدتي بنا. ما تنساش دير لايك وكومونتير وتبارطاجي مع الاصدقاء والاحباب، هادشي اللي كنطلبوا منكم، وعاوننا باش يوتيوب كذلك حتى هي تعاوننا. الا كان عندك شي سؤال شي استفسار كتبوا لي في التعليق، او لا تواصل معايا في التليجرام ولا عن طريق الانستغرام، جميع الروابط غتلقاهم تحت خانة الوصف. كنشكرك على الوقت ديالك، وكنضرب لك موعد في النشرة المسائية المقبلة. تنقول لكم السلام عليكم والله المعين.